في البدايه لما نيجي نتكلم ان السمنه لا هي عامل خطر، لابد ان احنا ننتبه لهذا الامر، هي عامل خطر لكل الناس. بيجي لنا ناس كثيره جدا في العيادات واغلبهم بتوع مشاكل العظام المختلفه، الناس اللي بتعاني من مشاكل العظام المختلفه سواء كان ارثرايتس او سبرين او امسكي كده مشكله في العظام كده، واجي اسالها سؤال وجواب متكرر لكل واحد فيهم. انت بتتابعي مع دكتور عظام؟ اه كنت بتابع مع دكتور عظام. قعدت قد ايه؟ ست شهور او سنه؟ منهم ست شهور ومنهم سنه. طب عملتي ايه؟ انا خدت حقن موضعيه، خدت حاجات كتير علشان عشان مشاكل العظام المختلفه. فساعتها انا بشكل مستمر بقول لهم طب هل الدكتور نصحك ان انت تنزلي في الوزن؟ وقال لي بعد ما استعملت بقى لي ست شهور ماشي على النظام البروتوكول العلاجي اللي هو قال اللي عليه، قال انا استعملت معاكي كل حاجه، يلا انزلي في السمنه. بس لازم النقطه ديت لازم، ناس بتتالم يوميا بسبب مشاكل العظام المختلفه، لازم نبقى عارفين ان السمنه ديت حمل على العظم فبيسبب لنا مشاكل في العظم، حمل على القلب فبيسبب لنا مشاكل في القلب. اغلب الناس بلا استثناء لو عندها مشكله في السمنه سبب لاكثر من 50 مرض ينتهي بالموت. طبعا احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه كده ممكن نلخصه في البدايه، اللي هو مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها؟ الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها مين؟ قلنا مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى تصلب الشرايين، الناس اللي وزنها زايد عن المعدل الطبيعي. دي كلها نقدر نقول الناس اللي بشكل اساسي اللي احنا ان دي عامل خطر، السمنه عامل خطر عليهم، لازم تنزل وزن. حتى لو الدكتور بتاعك ما طلبش منك ان انت تنزل وزنك بشكل مستمر، طول ما في حمل على القلب حتى لو بتاخد ادويه القلب مش هتنزل، مش هنقدر نحل المشكله بتاعتنا. فرجاء من كل الاطباء المحترمين في عياداته ما تلاقي حد عنده زياده في الوزن بشكل مباشر وجهه ان هو مع البروتوكول العلاجي. وفي اطباء محترمين بيحولوا لنا الحالات بشكل مستمر، يا دكتور الدكتور قال لي امشي على الادويه الفلانيه وروح لدكتور تغذيه عشان يعدل لي نظام غذائي.